برعاية وزارة الثقافة، أقام المركز الثقافي الروسي بدمشق وبالتعاون مع المجلس الإسماعيلي الوطني حفلاً فنياً في دار الأسد للثقافة والفنون بمناسبة عيد الوحدة الوطنية الروسية. نقدم للحضور السوريين الحفلة فلكلورية بالرقصات السورية الروسية، وهذه الحفلة متزامنة بعيد الوحدة الوطنية الروسية. هناك فرقتين من المركز الثقافي الروسي، فرقة سورية طبعا لكن من مركز تعليم اللغة الروسية والثقافة الروسية الفجر من مدينة جبلة، وكذلك فرقة من مؤسسة أغاخان، وهم اللي يقدموا أول شيء رقص جميل جدا على موسيقى مؤلف روسي تشايكوفسكي وعلى أرضية كذلك الصورة المتحركة الروسية. الحفل تضمن عرض رقصات فلكلورية روسية وأغاني شعبية قدمها أطفال وشباب من مختلف المحافظات السورية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح وعدد من السفراء والدبلوماسيين. التعاون ضروري جدا ومهم لعدة أسباب، وهي تعريف الجمهور السوري على المدارس الموسيقية المختلفة، على أنواع ثقافية وحضارية وعلى مدارس مختلفة متعددة. هلا هذا التعاون وهذا التعريف للجمهور يزيد من القيمة الثقافية للذائقة الجمهور السوري، ودائما من مهام دار الأوبرا اليوم في أي بلد هو توجيه الثقافة وعرضها على الجمهور، وتكون ثقافة مختلفة ليست فقط من البلد التي تنتمي إليه إنما أيضا من البلدان الأخرى وثقافات ومدارس متعددة. أنا والدتها لنايا سليماني اللي هي أصغر مشارك بالفريق الباليه الروسي بالمركز الثقافي الروسي، هي ثالث مشاركة إلى ضمن حفلات. رح تشارك برقصة مدروشكي اللي هي رقصة من التراث الروسي. يؤكد الحفل عمق العلاقات التي تربط بين البلدين من خلال الجهود المشتركة والتعاون بينهما فيما يخص مجموعة واسعة من المسائل، ويعود الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية في روسيا تكريماً لذكرى الانتفاضة الشعبية التي طرد على أثرها الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612.